بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل أن ندخل في الدرس الجديد، السلام عليكم ورحمة الله، الذي يكون حول قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قبل ذلك هناك شيء مرتبط في القسم الأخير من الدرس السابق تحت عنوان مطالعة في صفحة 132. عندنا كان درس قاعدة اليد، نعم، بس هناك شيء كضميمة كملحق نصف صفحة، قاعدة الائتمان. هذا مهم لأجل أن يمهد للدرس نعم لاحق. الفقهاء العظام يقولون بأن الأمين إذا تصرف في شيء وتصرفه كان عاديا، يعني غير مفرط أو مفرط، هو ليس ضامنا. الأمين ليس ضامنا، يد الأمانة ليست ضامنة. يعني مثلا أنا أستعير من شخص سيارته، ما؟ فأنا أمين، يعني هو برضاه أعطاني هذه السيارة، فأنا أسوق السيارة وشخص يصدم هذه السيارة، والسيارة الآن أصبحت يعني في مشكلة، أنا لست مسؤول لأنني أمين. أو مثلا أنا أوقفت السيارة في المكان المناسب، وقفلت السيارة ولكن شخص سرق، أنا غير ضامن، أنا مثل صاحب السيارة. إذا صاحب السيارة يجعل السيارة في مكان مناسب ويقفل، هذا يعني السارق لا يأتي؟ ربما إذا هو أيضا كان يقوم بهذا الشيء، السارق كان يأتي. فالأمين ليس ضامنا إلا إذا قام بتصرف غير صحيح. مثلا أخذ السيارة وأعطاه لشخص آخر، أو أخذ السيارة وذهب مثلا بسرعة غير معتاد غير مجاز، أو مثلا ترك السيارة مفتوحة وسارق، ولكن إذا الأمين يأتي بالتصرف صحيح شرعي عرفي معتاد فهو ليس مضمون ضامنا. والدليل على هذا طبعا هناك يعني سيرة أقلائية، ولكن أيضا هناك رواية. مثلا هناك حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ليس على المؤتمن ضمان. هذا في مستدرك الوسائل للحاجي النوري رحمة الله. ليس على المؤتمن ضمان. وأيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، حول الوديعة: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. يعني الشخص الذي يمتلك هذه البضاعة، أو الشخص الذي صاحب البضاعة أودع البضاعة عنده. مثلا أنا مثلا في مكان، أنت تقول أنا أريد أن أذهب إلى مكان، هل يمكن أن أجعل مثلا هذا الكمبيوتر عندك
أنا أريد مثلا أن أذهب إلى مثلا سوق وأرجع، أنا أقول نعم. بعد ذلك أصبح الزلزلة وكل شيء أصبح، طبعا تقول أنا أودعتك الكمبيوتر فأعطني كمبيوتر، أقول هذا أنا ما أتلفته، هذا أنا أمين صحيح. فصاحب الوديعة والبضاعة معتبر، هذه شيء مختصر كملحق للدرس السابق ولكن يمهد للدرس اللاحق. أما الدرس اللاحق الذي هو الدرس الأصلي في اليوم، الدرس العاشر، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فهذا يختلف عن قاعدة اليد. قاعدة اليد كان لأجل إثبات الملكية، نعم هذا شيء آخر. في الشريعة الإسلامية هناك مجموعة من القواعد لأجل أن يعطي النظام الحقوقي في الإسلام احتراما وسيادة لأملاك الناس، لما يمتلكه الناس. لأنه في المجتمع إذا أنت لا تحس بأن القانون أو الشريعة لا يدافعك أو لا تدافعك، وكل سارق وكل متعدي يمكن أن يأتي ويتلف مالك من دون أي شيء، فأنت تقول لماذا علي أن أفعل شيء؟ لأنه لا يوجد أي حرمة. إذا هناك مجتمع مليء باللصوص والسراق والقانون والمحاكم لا يدافع أو لا يدافع عن صاحب المال، فالناس أصلا لا يفعلون أي شيء. ألا تعال، نحن في الشريعة الإسلامية لدينا قواعد تضمن لمن حصل على مال محترم أنه يدافع، أنه يحمى، والذي يتلف أو الذي يتعدى سيحصل على جريمة. من تلك القواعد قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والمقصود من هذا اليد يعني استيلاء مثل قاعدة اليد. الشخص الذي يستولي على مال شخص آخر إما يكون أمينا أو يكون غير أمين، يعني متعدي. إذا يكون أمينا فهو ليس مسؤولا عن التلف أو الخسارة، ولكن إذا ليس أمين يعني هو مثلا قاصب، هو سارق، أو هو ذهب وراء حدود الأمانة، يعني مثلا أخذ السيارة من صاحبها بالإذن ولكن أعطاها لشخص آخر، أو ذهب إلى مكان لا يجب أن يعني لا يجوز أن يذهب، نعم مثلا ذهب مثلا خلاف الاتجاه والآن هناك غرامة. فالغاصب أو أي شخص يكون متعدي إذا أخذت شيئا هو مسؤول، هو ضامن أن يرده بنفس الحالة التي أخذها. لذلك نقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إذا هناك تلف بالكامل أو جزئيا هو الضامن. إذا كل السيارة سرقت هو يجب أن يدفع ثمنها. في بعض الأحيان المثل في بعض الأشياء القيمة، عندنا في الفقه قواعد، في بعض الأحيان المثل في بعض الأحيان القيمة.
إذا مثلا إذا شخص مثلا سرق حذاءين، نعم، وحذاء واحد سرقه، هو لا يستطيع أن يعطيني حذاء واحد ويقول خب نصف سعر الحذاءين، إذا هكذا لا يفيد، يجب أن يعطيني حذاءين، نعم، أو سعر حذاءين. على تعال عندنا قواعد. المهم إذا هناك خسارة بكامل سعر أو جزء، هو مسؤول، هو ضامن. أما المدرك، ما هي المدارك، البراهين؟ أولا هناك روايات، بعد ذلك السيرة العقلائية. طبعا إن شاء الله نقول السيرة العقلائية حسب بعض العلماء مثل السيد الخوي هو أهم المدارك. بشأن الروايات، عندنا روايات خاصة، يعني في بعض المجالات، مثلا في مجال وديعة أو رهن أو عارية، بعض الروايات عامة. أعم الروايات وأشهر الروايات التي أصبحت يعني حتى نصا لهذه القاعدة، رواية نبوية ذكرها السنة والشيعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. يعني هذه رواية، هذه الرواية لا شك في دلالتها، واضح، كل شيء واضح، ولكن هناك كلام في سندها. بعض العلماء قالوا صحيح هذه الرواية ضعيفة السند، لأن هذه الرواية بالأخير ترجع إلى الحسن البصري عن سمرة. حسن البصري حسب علماء الرجال هو كان شخص يعني لديه مشاكل مع أمير المؤمنين عليه السلام، على تحال ليس يعني هم يثقون بالحسن البصري. والسمرة نفس السمرة الذي كان لا يسمع إلى رسول الله في قصة لا ضرر ولا ضرار، صاحب الشجرة، تعرفون. يعني سند هذه الرواية، كل من نقل بالأخير يرجع إلى حسن عن سمرة عن رسول الله، فهذه مشكلة. ولكن علماؤنا ينقسمان إلى مجموعتين، إلى قسمين. يبدو أن أكثر العلماء لا يقبلون هذه الرواية ويقولون، رجاء التفتوا لهذا، الحمد لله درسنا علم الرجال إذن فيمكن، يقولون صحيح هناك شهرة لهذه الرواية، ولكن هذه الشهرة لا تفيد. لماذا؟ لأن الشهرة يجب أن تكون لدى المتقدمين، ليس فقط لدى المتأخرين. من علمائنا المتقدمين الشخص الذي نحن نعرفه ذكر هذه الرواية الشيخ الطوسي رحمه الله فقط. قبل الشيخ الطوسي ومع الشيخ الطوسي وفي العصر القريب من الشيخ الطوسي ما كان هناك شهرة. فكثير من العلماء يقولون لا يمكن جبر هذا الضعف بالشهرة. أما بعض مثل السيد البجنوردي الذي لديه كتاب القواعد الفقهية في عدد من المجلدات، هو يقول يمكن، أما أكثر العلماء يقولون لا يمكن. ويبدو أن علماءنا
بما أنهم كانوا منفتحين وكانوا يقرؤون كتب إخواننا السنة، وجدوا هذا في كتب إخواننا السنة وتعاملوا معه بشكل يعني صحيح، ولكن ليس بالضرورة أنهم أفتوا بسبب هذا. يعني كان أصل الأمر واضح لديهم بأنه سيرة أغلائية ومقبولة لدى الشارع، ولكن إذن ذكروا هذا الحديث. إخواننا السنة لديهم هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل، في مستدرك للحاكم النشابوري، في سنن للبيحقي، ولكن كلها كما ذكرت يرجع إلى حسن البصري عن سمرة. شيخ الطوسي وصار علماء عادة يذكرونه بالإرسال، يعني فقط يقولون قال النبي، لأنه في رأيي ما كانوا يريدون أن يأخذوه كحجة، كانوا يعني يستشهدون. أما الروايات الخاصة، ماذا نعني بالخاصة؟ لا الروايات الخاصة، يعني الروايات التي وردت في مصادر خاصة، هذه الرواية كانت عامة. هناك الروايات في باب العارية، في باب الإجارة، في باب المضاربة، في باب الرهن، تشير إلى مسألة الضمان لليد غير الأمينة، فهناك هذه الروايات بالتجميع ربما الإنسان يحصل على قناعة بأنه يمكن أن نأتي بهذه القاعدة العامة. وإذا لدينا أدلة تقتضي احترام مال المسلم، حتى غير المسلم. نعم هناك مثلا الحربي، ولكن غير المسلم العادي ما يسمون مثلا معاهد وغير ذلك ماله محترم. فمن لوازم احترام أموال الناس أن المتعدي يجب أن يكون ضامنا، لأنه إذا يقول نحن نحترم أموال الناس ولكن الضامن المتلف غير مسؤول، هذا لا يمكن. بالإضافة إلى كل هذه هناك السيرة العقلائية بأن اليد العادية، عادية يعني متعدية، تكون مؤاخذة وضامنة. سيد الخوي رحمه الله يقول بعد المناقشة في سند ذلك الحديث النبوي، يقول العمدة، هذا نص كلامي، العمدة في مستند الضمان في غير مورد الائتمان، يعني المؤتمن ليس ضامنا، كل شخص غير الأمين غير المؤتمن ضامن. العمدة في المستند السيرة العقلائية الممضات بعدم الردع، لأنه كما تتذكرون إذا لدى العقلاء سيرة ولكن هذه السيرة الشارع لم يعترف بها، مثل الربا، في كثير من المجتمعات الربا شيء عادي ولكن الشارع المقدس لم يعترف بها. بعضهم يقولون إنما البيع مثل الربا، الله سبحانه وتعالى لا يقبل. فإذا هناك سيرة عقلائية ولكن الشارع لم يردع عنها، يعني هذه ممضات، بالنسبة إلى هذا ليس هناك أي ردع من الشارع المقدس، وكان يعني المتشرعون في جميع الأعصار يقومون بنفس العمل. فيقول العمدة في مستند الضمان في غير مورد الائتمان أنما هي السيرة العقلائية الممضات بعدم الردع، حيث إنها قائمة، يعني السيرة قائمة على أن من أخذ مالا من أحد بغير رضا أو مع الرضا والالتزام بالضمان، مثلا في العقود الباطلة، أنت اشتريت مني شيء ولكن عقد أصبح باطلا،
حينما كنا نتصور العقد الصحيح أنت أمين، ولكن إنما الآن عقد أصبح باطل، يجب أن ترد إلي بضاعتي. أو الشخص الذي كما قلت كان أمينا ولكن تصرف وراء الأمانة. سؤال: هل تختص هذه القاعدة بالعالم البالغ أو يشمل الجاهل والصغير غير البالغ؟ مثلا هناك شخص كان يستفيد مثلا كتاب، تصور أنه كتابه، بعد ذلك تبين أن اسم شخص آخر مكتوب هنا، ولكن حينما كان يقرأ هذا الكتاب ويتصرف بهذا الكتاب، هذا الكتاب احترق مثلا، أو مثلا ما نزل على هذا الكتاب، ما هو يعني كان يتصور هذا الكتاب، هذا كان جاهل ليس يريد أن يتصرف. يقولون لا يوجد فرق، إذا هذا مال الغير هو مسؤول. نعم، الجاهل لا يوجد في شأنه الحكم التكليفي، يعني لا نقول هذا حرام قمت بالحرام، لا، ما قام بالحرام لأنه كان يتصور بأنه كتابه، ما كان يشك، حتى كان يعرف هكذا، فليس لديه حكم تكليفي ولكن حكم وضعي. تعرفون الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي؟ الحكم التكليفي الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة. الحكم التكليفي لا يوجد في شأن الجاهل، لا يوجد في شأن غير البالغ. أما الضمان حكم وضعي، مثل الملكية، مثل الطهارة، مثل النجاسة. الطهارة والنجاسة ليس فقط للجاهل، للعالم، للجاهل أيضا موجود، للطفل أيضا موجود. نعم، إذا أنت لا تعرف النجس فلست مسؤولا من الناحية التكليفي، ولكن بعدما تعرف لديك مسؤولية. فيبدو أن العقلاء لا يفرقون بين اليد غير الأمين، إذا يكون عالم أو جاهل لا يفرقون بالشأن الحكم الوضعي. وكذلك الطفل، إذا طفل أخذ دراجة طفل آخر مثلا وأتلفها، هو مسؤول، هو ضامن، ولكن نحن لا نستطيع أن نكلف الطفل لأنه لا يوجد حكم تكليفي في الطفل. ولي هذا الطفل يجب أن يدفع الضمان من مال الطفل، صحيح؟ أو مثلا إذا الطفل أحرق بيت شخص، لا يمكن أن يقال هذا الطفل، لا، هو مسؤول. نعم، هذا الطفل لا يعاقب أو لا يعصى، يعني لا يعصي، يعني لا يعد عاصيا، لأنه ليس لديه مسؤولية أخلاقية، ولكن الحكم الوضعي موجود. هذا مهم جدا، يعني الإسلام والشريعة المقدسة تعتني كثيرا باحترام مال الناس، وطبعا ليس فقط مال، عرض الناس، حتى يكون هناك أجواء آمنة. الأمن من أفضل النعم، سواء يكون الأمن بالنسبة إلى الحياة أو الأمن بالنسبة إلى الملكية أو الأمن بالنسبة إلى ارتياح النفسي. في بعض الأحيان نحن لا نقتل ولكن لا يوجد أمن نفسي، كل شخص يأتي ويخرب ويدمر جاه الآخرين، لا يمكن. فهذه القاعدة تشمل الجاهل والعالم، البالغ وغير البالغ.
المستثنى هو الأمين والمحسن، يد الأمانة ويد الإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وما يقول ما على المحسنين من سبيل، هذه في سورة التوبة آية 91، ما على المحسنين من سبيل. طبعا العلماء يقولون يعني في الواقع هذا يرجع إلى الأمانة، يعني المحسن يرجع إلى الأمانة، لكن لأجل أنه آية في القرآن الكريم وهناك الرواية فذكروا هذا لأجل التأكيد. وبهذا الحمد لله انتهينا من هذا الدرس. إن شاء الله في الأسبوع القادم ندرس قاعدة التسبيب الذي هو التي ذكرت كملحق لهذا الدرس، وبعد ذلك قاعدة إخبار ذي اليد. إخبار ذي اليد، مثلا أنا لدي سجاد، أنا مستولي، أنا أقول لك هذا نجس أو أقول هذا طاهر، كان نجس ولكن الآن أقول أنا طهرت هذا طاهر، إخبار ذي اليد يقبل إن شاء الله. ندرس هذا في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.